هذا يسأل يقول أنا أعمل في جهة، في جهة حكومية فيها موظفين، فيها موظفون، وبعض الموظفين يحول راتبه على البنك، فهل آثم أنا إذا كتبت له يحول على البنك؟ نقول لا تعاون معه، لا تكتب، أنت لا تكتب هذا، خلي يكتب غيرك، أما أنت لا تكتب التحويل على البنك الربوي، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان.